خليني ابدا كلامي معاك بالحديث عن حفل توزيع جوائز البالون دور. ازاي تابعت النتائج دي، وهل شفت انه ليو ميسي طبعا نجم البي اس جي والارجنتين يستحق الفوز باللقب السنه دي؟ انت قلت شيئا هاما، مجاملة. ما حدث بالأمس في حفلة البالندور في فرنسا كانت مجاملة لليو ميسي، لكن ميسي تم الترحيب به في باريس لأنه الآن يلعب في باريس سان جيرمان، وصحيفة ليكيب هي صحيفة فرنسية، وقامت بعمل لقاء مع ليو ميسي قبل الحفلة بعشرة أيام، ولهذا تم مجاملة ليو ميسي بالأمس بالكرة الذهبية السابعة في تاريخه، أن روبرت ليفاندوسكي كان يستحق الجائزة، أو على الأقل جورجينيو الذي فاز مع تشيلسي بدوري أبطال أوروبا وفاز مع إيطاليا باليورو، جورجينيو كان يستحق هو أو روبرت ليفاندوسكي. دعني أقول لك أن بالندور بالأمس، دعني أقول لك أن مجاملة كشفت فضائح كبيرة داخل فرنسا وداخل الصحيفة الفرنسية. طيب خلينا نروح لجورجينيو تحديدا، وانت يمكن اتكلمت على مشوار اكتر من ناجح، سواء على مستوى مشاركته مع تشيلسي الانجليزي وتحقيق لقب دوري الابطال تحت قيادة توماس توخيل، او مشاركته مع ايطاليا في تحقيق اليورو مع مانشيني. هل بتشوف انه اهدار جورجينيو لاكتر من ضربة جزاء كانت سبب مباشر في عدم تأهل ايطاليا لكأس العالم، ساهم في عدم حصوله على اللقب، او كان من اسباب عدم حصوله على اللقب؟ أنا لا أعتقد أن هذا السبب الرئيسي في عدم فوز جورجينيو بالبالندور، لأنك تعلم أن ضربات الجزاء دائما، دعنا نقول 50-50، وليس جورجينيو فقط من أخطأ في ضربات الجزاء. أنا معك، جورجينيو أخطأ في ضرب الجزاء أمام إنجلترا كانت قد تحرم إيطاليا من التتويج بالأمم الأوروبية، وأهدر ضربتين جزاء أمام سويسرا في زيورخ وفي ملعب الأوليمبيكو في روما، وكانت سبب في عدم تأهل إيطاليا لكأس العالم والتحق إيطاليا بالبلاي أوف. لكن جورجينيو قام بعمل سيزون رائع خاصة مع تشيلسي، وساعد إيطاليا كثيرا في الحصول على الأمم الأوروبية. ليفاندوفسكي كان يستحق، إذا كان جورجينيو لا يستحق كان روبرت ليفاندوفسكي كان يستحقها. هو قام بتسديد العديد من ضربات الجزاء، إذا كنا نحسب أن جورجينيو لم يحصل عليها بسبب ضربات الجزاء، روبرت ليفاندوفسكي سجل العديد من الأهداف من بينهم ضربات جزاء.